أرنسكار أسوكاسد نشلوح أرجيس نسكار تابولا أرجيس نسكار غرمي وكان أرتمون العائلة كل شيء تر أرشتن وأنا يوفانا غرمي أردرسيتي لي الحظ أردرسيتي لي الحظ أسوكاس كولوت مرتيني في لكم بسم المناسبات أرسنتيني أسوكاس إعد لني فولكين تي ديسك شمربي سيتون سلعنا دوا فولكين إن شاء الله صافي قصبة أوفلا أولا تنحتفلوا بها لأنه بعد البناء ديالها وبعد يعني التجديد البناء ديالها وبعد تجديد الفضاء الخارجي والداخل كان لابد أننا ما غاديش نتلقاو شي فرصة أحسن من هذه الفرصة هذه. إذا قصبة أوفلا كما قلت هي رمز كبير بالنسبة لنا كأكاديريين. نرجع لسؤال الأخ أنه اللي بدينا من 7 يناير كانوا نشاطات كثيرة فيما يخص في المعهد الموسيقي كان داروا ندوة كبيرة بما يعني في موضوع نقاش المقام الخماسي في الموسيقى الأمازيغية. درنا معارض ديال الكتاب، معارض ديال التحف، معارض ديال الملابس، أنشطة كبيرة، مسرح الشارع بمركبات كثيرة يعني في داخل المجال الترابي ديال مدينة أكادير بمشاركة جمعيات كنشكرها من هنايا، مجموعات فاعلة في الثقافة الأمازيغية اللي شاركت بكل ما لديها. احنا اليوم كنتواجدوا في الموقع الأثري قصبة أكادير أوفلا، والمناسبة هي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 1973. وبهذه المناسبة كنقول لجميع المتابعين والناس والمغاربة كاملين والعالم أسبكوس أمباركي للجميع. أسبكوس أمباركي وما ظل. بخصوص هذا القصبة وهذا الموقع الأثري بأكادير أوفلا فهو إضافة نوعية لهذه المدينة بعد الهيكلة ديالو، بعد التجديد ديالو، بعد القيام ببعض الإصلاحات في هذه المنطقة اللي أصبحت جميلة جدا، اللي غادي تعطي واحد الإضافة كبيرة لمدينة أكادير. كما كنشوفوا اليوم أنه كيدار في هذا الحافل الكبير واللي عاطي واحد الصورة زوينة واحد الخلفية كبيرة من الفوق كتشوف المدينة كاملة. الشعب المغربي والشعب الأمازيغي بالضبط كيحتفل هذه الأيام بالسنة الأمازيغية. الاحتفالات كتبدا عندنا تبارك الله من الأسبوع الثاني ديال شهر يناير تتبقى حتى لواحد الوقيته تبارك الله. اليوم جينا نتفرجوا في كاين المجلس الجماعي ديال مدينه اكادير ديال المدينه ديال اكادير داير زعما واحد برنامج فني فوق القصبه ديال اكادير وفلا، فوق القصبه التاريخيه في المرفق زعما المرفق التاريخي اكادير وفلا اللي هو قريب زعما بلاصه سياحيه كاينه في السونتر، كاينه تقريبا في السونتر ديال اكادير. من بعد زعما من بعد الصيانه والترميم ديال القصبه ديال اكادير وفلا تقريبا هذا هو تبارك الله زعما هذا هو اول حفل كيدار فوق في هنا في هذه القصبه ديال اكادير وفلا. تقريبا الحفل كما كتشوفوا حفل فني تقليدي 100% زعما تبارك الله شي جلسه هادشي كاع عنده دلالات امازيغيه زعما. وعاد كاين شي ديال الاطباق وهادشي ديال الوجبات اللي كي زعما الوجبات الامازيغيه